هاي مدرسة الخان الأحمر الأساسية المختلطة المبنية من عجال السيارات والمهددة بالإزالة من قوات الاحتلال الإسرائيلي. قبل سنتين تجمع البدوي مع الإيطاليين جاءوا لوزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية عندنا في ضواحي القدس وعرضوا إمكانية بناء مدرسة من أجل استيعاب أبناء التجمع البدوي في هذه المنطقة. كسرة واللام فتحة. هاي المدرسة ظروفها صعبة جدا من ناحية مواصلات، من ناحية سكن، من ناحية بناء، فلا يوجد ساحة مثلا للطلاب إنهم يلعبوا فيها، لا يوجد أحيانا مكاتب وطاولات لبعض المعلمات. العالم من المدرسة لما دين الشوب يكون والصف حامي مصنوع من زينكو وخشب وحامي كمان علينا، لما نطلع برا في الفرص فيش ذي اللي نقعد تحتيها إلا في الشوبة، ولما يبرن الجرس نصف تحت الزينك في الشوبة ونعاني لما بنروح من المدرسة نطول نقعد يمكن نص ساعة لما نصل البيت ويكون شوب وشنطات تتقال علينا. بيجوا من تجمعات سكنية مختلفة وبيقطعوا إجبال وبيقطعوا ديان، في عندي بيجوا من تجمع العرعرة، وتجمع العرعرة هذا كثير بعيد عن المدرسة، بيكون الولد ماشي حامل شنطته على ظهره مش عارف بده يمشي من ثقل الشنطة، بالإضافة إلى ذلك بحاول إنه يقطع الشارع والشارع عليه خطر جدا، فاضطروا الأهل إنهم يفتحوا عبارة من تحت الشارع وهي طبعا مخيفة جدا وفيها طبعا حشرات خلينا نقول ضارة أو زواحف ضارة، فالطالب بيخاف جدا. وفي طلاب كثير حكوا لي يا مس سكينة حية وقتلناها وإحنا جايين. أنا وأنا جاي على المدرسة لقيت عقرب قتلتها. طب هل خفت لما أنت قتلت هاي العقرب؟ أخفت منها تقرصني. طب حدا ساعدك لما أنت قتلتها؟ لحالي. لحالي. التجمع لا يوجد فيه كهرباء نهائيا، كمدرسة موجود فيها موتور يعمل على السولار وما بنشغله إلا وقت الحاجة، بنجمع كل التصوير مرة واحدة بنصوره ساعة نص ساعة بنصور بنطفي السولار لأنه إمكانياتنا محدودة جدا، يعني ما بقدر أوفر سولار شغال عندي طول اليوم. هذول المجاري اللي موجودات جنب المدرسة طبعا بيجوا من عند إسرائيل من جوا، طبعا بيفتحوها حتى يهووا مجاريهم، هاي كل الريحة بتكون في المدرسة على الطلاب على المدرسين وهي ريحة مؤذية جدا، ما بنقدر ندخل الصفوف. على الرغم كل الظروف الصعبة اللي بتعاني منها طبعا هي مهددة بالإزالة، فحتى الطلاب لما تسألهم شو مطلبك بقولك إحنا بس تضل المدرسة وما بدنا، بس المهم إننا نقرأ ونكتب. يلا أكتب. يدعون إنه ما في ترخيص لهاي المدرسة على الرغم إنه الإيطاليين بنوها من الإطارات ومن الطين، يعني وأسقف عازلة للحرارة من الخشب، فيعني لا هي إسمنت ولا هي حديد ولا أي شيء، ومع ذلك مهدد البناء اللي هو المدرسي والتجمع البدوي كله بالإزالة بالإدعاء إنه هاي أراضي إسرائيلية، مع العلم إنه هذه الأراضي مملوكة لأهالي عناتة ومعهم إخراجات قيد وتبرعوا فيها ل بناء المدرسة وللتجمع البدوي في هذه المنطقة. تم تأجيل إغلاق البوابة لواحد واحد آخر موعد معانا، وممكن إنهم يغلقوها ممكن لواحد واحد تكون المدرسة زائلة عن الوجود، يعني هذا آخر قرار أعطوهم إياه يعني.